مساء الخير مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية أكد في بلاغ له أن الأسواق مزودة بشكل جيد بكل المواد الأساسية بناء على التتبع اليومي من طرف مصالح القطاعات المعنية بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار. وحسب ذات البلاغ الصادر عن قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات لشهر رمضان، بل لعدة أسابيع أو عدة أشهر حسب نوعية السلع. هذا بينما تستمر أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في التراجع أو الاستقرار مقارنة مع الأسبوع الثاني من هذا الشهر الفضيل، وكذا الفترة نفسها من شهر رمضان من السنة الماضية سجلت منتجات كثيرة انخفاضا في مستويات الأثمان حسب المصدر ذاته. وبخصوص مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، فقد همت تدخلات اللجان المكلفة بمراقبة ما يفوق 23,600,000 محل للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط. البلاغ وضاف أن عمليات المراقبة أفضت إلى تسجيل 421 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 319 تهم عدم إشهار الأثمان، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، يضيف ذات البلاغ. أما فيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة والمعروضة للبيع، فقد قامت اللجان المختلطة خلال الأيام السالفة من رمضان بحجز وإتلاف ما يفوق 42 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك. هذا وتواصل اللجنة الوزارية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار تضم ممثلين عن قطاعات وزارية مختلفة، تواصل عملها بشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار، إلى جانب متابعة حصيلة تدخلات لجان المراقبة لمواجهة جميع أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار. الشكر لكم على حسن المتابعة.